إذا كنت تملك فرسا فمن الضروري أن تعرف رمضان معروف صانع الصفائح بمدينة سيدي زهار، فهو الوحيد في المنطقة الذي يعنى بإصلاح حافر الحصان وإلباسه حدوة من حديد أو ما يعرف محليا بالصفيحة. هذه هو العودة جابها مولاي حفيانة بلا صباط بلا والو. بعد وليت أنا خدمت لها الصفيحة، نقيت لها الكرة نتاعها سوا سوا، وأنا درت لها الصفيحة هذه وين العودة لما تصمرش كل ما خدم مولاي والو. يضر من كراه ياسر ياسر. هذوك أي شيء هنا، أنا درنا لها الصباط ونحينا لها هذه الزيادة من قدام. كون يروح لنا هذا العود تاعنا قعدوا هكذاك. تسمى كاين الوحيد اللي هنا اللي في المنطقة رمضان ولا أخوه. قبل التثبيت تمر الصفيحة عبر النار والتطريق والجهد والضربات القوية بالمطرقة لتتحول قطعة الحديد إلى صفيحة مكتملة الشكل أو أي أداة أخرى يطلبها الزبون من رمضان. أنا نخدم الصفيحة نتاع العود نخدمها عندي في الدار، ويجي جيراني ولا يعيطوا لي ولا نروح ندي الصفيحة نتاعي والدوزة نتاعي المسمار كلها نتاعي ونروح ليه نصمر له العودة. ندير اللي يقول الصباط على العوده، هي الصفيحه وهي سموها الصباط. فقال الخدمه هذه وين ورت على بوي خدم فيها هو قريب واحد 70 سنه ولا انا عندي واحد 20 سنه فيها. الخرافه تجعل من الحدوه تميمه تجلب لحاملها الحظ السعيد، ولكن مهنه صانعها اصبحت تصارع من اجل البقاء، وطبيعتها تحتم على ممتهنها تحمل لهيب النار وثقل ادوات العمل وقله عائدها المادي.